ذات ناس بتلعب اول ماتش بتخسر من المغرب والمنتخب اللي قبليه منتخب كابتن احمد الكاس خسران من المغرب، الصوت بيعلى قوي، الناس بتبتدي تتكلم احنا ليه بعيد قوي كده يا جماعه، احنا كمان خارجين، احنا هنعمل. الوقت ده انت شفته ازاي من وجهه نظرك؟ هل حسيت ان انت محتاج ترجع خطوه لورا؟ انا يا لا يا جماعه انا كانش المفروض اخد القرار ده ولا لا؟ لا لا انا عمري ما فكرت في كده، انا خلاص دخلت ايام ان يعني انا دخلت خلاص، لازم اشوف الدنيا ماشيه ازاي. ما قلقتش؟ مش على نفسك بقى؟ قلقت طبعا. مش على نفسك، بتكلم على المنتخب. قلقت طبعا. لا لا، اللي يقول لك ما يقلقش والكلام ده لا مش صحيح. قلقت وقلقت جدا كمان، ويعني قعدت كتير مع اللعيبه، بس لما بصيت على الجيل اللي موجود حسيت ان احنا مش هنقدر نعمل زي زمان. ليه بقى؟ يعني مش هقدر اقول لهم والله زمان يا سلاحي ومش عارف ايه لا، حسيت ان الموضوع ده مش هيمشي كده. ليه؟ اجيال مختلف، عقليات مختلف. احنا زمان كان ممكن جدا واحنا قاعدين يقول لك كذا، تسمع اغنيه يا حبيبتي يا مصر الدمع. تعمل الجيل ده بيحب بلده جدا جدا جدا، ولكن بطريقه محترفه اكتر. فحسيت ان انا لو قعدت مع اللعيبه كلها، قعدت معاهم مره حقيقه، فحسيت ان انا لو قعدت معاهم تاني لا مش هيعرفوا يستفيدوا من اللي انا عايز، او مش هوصل لهم اللي انا عايزه الا لو قعدت معاهم كل واحد بالصدفه. ماشي. هم انا هي مش صدفه. انا عاملها، ولكن بالنسبه لهم هي صدفه. ماشي. ان احنا واحنا طالعين من الغدا اخد في ايدي مثلا محمد سمير ومحمد السيد وكباكا وثلاثة أربعة كده، ونقعد نعم ونقعد نتكلم، ونقعد مش نقعد كمان واحنا واقفين كده. كنا قاعدين في مكان رائع في اسماعيليه الحقيقه، في الفندق اللي احنا كنا قاعدين فيه كان على ال عارفه طبعا. حاجه بص من احلى، مش عايز اقول اسمه بس هو بس هو رايق قوي، احلى المناطق اللي انا قعدت فيها في حياتي. أيوة. بجد. أيوة. واسماعيليه بقى انت عارف انا قعدت سنين كتيره من عمري في اسماعيليه واهل اسماعيليه، ف كنت باخد الولاد واقعد بيهم كده ونقعد يا سلام لو انت محمد سمير بيلعب باك رايت، سلام محمد لو جريت بقى قبل ما توصل للاخر تعمل الاوفر صح، يقوم محمد السيد 8 يخش يقطع من هنا وناخدها ازاي ونعمل ازاي فنيات. تخيلوا بقى لو لا يعني كده من عشان اوصل لحاجه. تخيلوا بقى يا اولاد لو بقى مصر دي بقينا في كاس الامم الافريقيه، تخيلوا لو احنا بره كاس الامم الافريقيه هيحصل ايه؟ بتحط عليهم المسؤوليه واحده واحده. الحمد لله الاولاد اللي اتعمل الشوط الثاني في مباراه تونس وما بين شوطي المباراه اللي ميكالي عمله، لا انا بشوف ان احنا عندنا مدير فني على اعلى مستوى. بتقول لي دخل اتنرفز؟ نعم دخل متنرفز عليهم. اتنرفز واتكلم حاجات معنويه اكتر في اول الموضوع في اول المحاضره، وبعد كده عمل التغيير اللي هو عايز يعملها. لما خرج خالد ديبو عمرو خالد ديبو، انا كنت لسه بساله امبارح على الموضوع ده، قلت له انت ازاي خرجت عمرو خالد بيبو مع ان ده احلى شوط عمله عمرو خالد بيبو؟ قال لي الاحصائيات اللي احنا عاملينها بتقول ان مهاب لما هينزل هيعمل شغل كويس. يعني مش واحد شغال يا ابراهيم فاهم، بيشتغل بالجي بي اس وبيشتغل بال كل حاجه كل حاجه, حاجة. طبعا. وكان موضوع الجي بي اس ده لغايه لما جبناه برضو قصه. المهم هو لسه في مدير فني يعرف يشتغل من غير الجي بي اس ده؟ خلاص دي لا ده دلوقتي خلاص. ودي كانت فيها مشكله ان انتوا تعرفوا تجيبوه ايامنا احنا ما كانش فيه الكلام ده، فعشان ايام كده كنت الجي بي اس كان داخلي. ايوه لكن كان في مشكله لا 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 ما كانش في مشاكل ولا حاجه، لكن يعني عشان والله كان في وانت اكلتها. لا لا لا, لا. كان جاي متاخر شويه ف يعني ادي لك القراءات الصحيحه للعيب طبعا طبعا، لانه بدنيا عامل ازاي كل حاجه كل حاجه. ولكن الحمد لله الامور قدرنا نعملها وعدينا بوقت صعب جدا. انا بشوف انه كمان المنتخب ده مظلوم في ان احنا بنلعب الزون. الزون ده اللي انت بتلعب شمال افريقيا، المغرب وتونس والجزائر الاقوى ومصر وليبيا هم الاقوى الاقوى، فبالتالي انت بتشوف انا بشوف انه ده حرام.